بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينه، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، في خير القرون ما زلنا نتحدث عن أبي بكر رضي الله عنه، وقد سبق الحديث لنا في حلقات سابقة عن الصديق من حيث مولده، ومن حيث إسلامه، من حيث ما تعرض له رضي الله عنه في بداية إسلامه من امتحان وابتلاء وشدة، وعن صحبته الأولى برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم أيها الأحبة الكرام، نتحدث عن طرفا مما ورد من أحاديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بالطبع كما تقدم معنا، لما كنا نتحدث عن أفضل الصحابة بصفة عامة، وعن فضائل المهاجرين، وعن فضائل الأنصار، أكيد أبو بكر رضي الله عنه سيد هؤلاء جميعا، فهو يدخل بالطبع في كل هذه الفضائل التي سبق ذكرها حين حديثنا بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما اليوم فنحن نريد أن نفرد ما ورد في فضل أبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة الكرام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال إمام النووي عليه رحمة الله: أجمع أهل السنة على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية عشرة، ثم بقية أهل بدر، ثم بقية أهل أحد، ثم بقية أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا إجماع حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي عليه رحمة الله، وأبو منصور البغدادي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى.
هذه تقريبا مراتب الصحابة من حيث الأفضلية. فأفضل الناس، ولم يقل لاحظوا أن الإمام النووي وأبو منصور حينما نقل الإجماع لم يقولوا أفضل الصحابة، إنما قالوا أفضل الناس، أفضل الناس جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة ممن شهد بدرا، ثم بقية الصحابة ممن شهد أحدا، ثم بقية الصحابة من أهل بيعة الرضوان. فأنت تلاحظ أخي الحبيب، وأنت تلاحظي أختي الكريمة، أن الصديق رضي الله عنه تبوأ أعلى هذه المنازل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الإمام البخاري رحمه الله يروي حديثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخير بين الناس، يعني نفاضل بين الناس، يعني بين الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، يعني نفضل أبا بكر على جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نخير يعني نختار ونفضل الصديق رضي الله عنه على الناس أجمعين، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، هكذا يقول ابن عمر. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله بارك وتعالى. فهذا عبد الله بن عمر يؤكد نفس المعنى الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله فيما ساقه من الإجماع هو وأبو منصور البغدادي عليهم جميعا رحمة الله تعالى، حيث يذكر ابن عمر أن الصديق كان أفضل الناس عند جميع الناس أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعده عمر، ثم يأتي من بعده عثمان، ثم يأتي من بعدهم علي رضي الله عنه إلى آخرهم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك أورد لحضراتكم حديث الإمام البخاري رحمه الله عن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت لأبي، يعني محمد بن علي بن أبي طالب بيسأل والده، يسأل أباه علي رضي الله عنه: أي الناس خير، يعني أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: أبو بكر. قال: فقلت: ثم من؟ من الذي بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: علي، عمر. قال محمد ابن علي ابن أبي طالب: وخشيت أن يقول بعد عمر عثمان. طبعا محمد ابن علي ابن أبي طالب كانت بينهم وبين عثمان ابن عفان يعني شيئا من يعني الجفوة أو الجفاء، فخشي محمد ابن علي ابن أبي طالب أن يقول علي أن عثمان يأتي بعد عمر ويأتي بعد أبي بكر رضي الله عنه، فما سألوش، لم يسألوا هذا السؤال كما ذكر. قال: ثم قلت له، يعني قال لأبيه: ثم أنت، يعني أنت بعد عثمان. فقال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. يعني أبى علي رضي الله عنه أن يضع نفسه موضع منزلة التفضيل بعد عثمان بن عفان رضي بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أن يضع نفسه أصلا بين أفضل الصحابة الكرام أدبا وتواضعا وخشية وزهدا وتواضعا منه رضي الله عنه. قال: أفضل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر. ولما سئل هو عن نفسه: طيب علي، أنا علي من هؤلاء الأفاضل الأكارم؟ قال: ما أنا إلا رجل من الناس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه، والحديث إسناده حسن، عن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وعمر. هذا علي نفسه
يقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. الإمام الذهبي عليه رحمة الله يعلق على هذا الحديث فيقول وهذا المعنى يعني المعنى ده يعني تفضيل علي رضي الله عنه، اعتراف علي بأفضلية أبي بكر وبأفضلية عمر على الأمة، يقول هذا المعنى متواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني كثيرا كثيرا ما ردد هذا علي رضي الله عنه أن أفضل الأمة بعد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالإمام الذهبي له تعليق طيب على هذا الحديث يقول وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه فلعن الله الرافضة ما أجهلهم. يعني يعلق الإمام الذهبي كيف بهؤلاء الروافض الشيعة الذين يتعلقون ويتملقون علي رضي الله عنه ويتقربون الله حسب زعمهم بلعن أبي بكر وعمر وانتقاصهما بحجة أن عليا أفضل منهما أو أنهما استوليا على الخلافة دون علي وهو الذي كان أحق بها رضي الله عنه. فالإمام الذهبي يقول يعني أنتم ما أجهلكم أيها الرافضة الشيعة، ما أغبى هذه العقول وما أسخف هذا التفكير، كيف تنتقصون أبا بكر وتنتقصون عمر بن الخطاب وهذا إمامكم الأعظم، إمامكم الأول الذي تزعمون وهو علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، هو من يقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. ويأتي أيضا في نفس هذا السياق سياق اعتراف الصحابة بأفضلية الصديق على جميع الناس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أخرج الإمام الحاكم في مستدركه والإمام الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو بكر هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف لأبي بكر فضله ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة فيقول أبو بكر سيدنا قولا واحدا. فتخيل لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيد عمر بن الخطاب وسيد بقية الصحابة رضي الله عنه وخير الصحابة وخير الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وهذه المقولة إذا نقلت عن علي فما أحسنها وأعظمها، وهذه المقولة إذا نقلت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما أحسنها وما أعظمها. أن يقول علي أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وأن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الأدب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا يعني سيد الصحابة وأعتق سيدنا، يقصد بلالا رضي الله عنه. فانظروا أيها الأحبة الكرام كيف يتواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قولا واحدا أفضل من بلال رضي الله عنه، لأن الأمة أجمعت على أن أبا بكر هو الأفضل ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي ثم بعده بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بعدهم بقية أهل بدر ثم بعدهم بقية أهل أحد ثم بعدهم بقية أهل بيعة رضوان. ومع ذلك فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا، وهو الذي أتقى بلالا سيدنا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا عمرو بن العاص
رضي الله عنه كما أخرج الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمرو بن العاص ما شاء الله سيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا، قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك، يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة عليه صلوات الله وسلامه. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال عمرو بن العاص يا رسول الله من الرجال، يعني كأنه يقول أنا أقصد أحب الناس إليك من الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها، يعني والد عائشة رضي الله عنه، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فتأمل أخي الحبيب وتأملي أختي الكريمة كيف يسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه سؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب هذه الإجابة، يقول أي الناس أحب إليك؟ فيقول النبي عائشة، يعني زوجته عائشة رضي الله عنه، وكأنه يريد أن يؤسس لنا هذا الخلق القويم أن خيركم خيركم لأهله، وقد كان هو خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. فلما يعني يخجل إنجاز التعبير، لم يخجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحب الناس إلي زوجتي عائشة رضي الله عنها. لكن السائل عمرو رضي الله عنه كان يريد أن يعرف أحب الناس إلى رسول الله من الرجال، كأنه يعلم عمرو رضي الله عنه كأنه يعلم أن أحب الناس أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة، كأنه يعلم هذا داء. وقد كان هذا مشهورا لعهد الصحابة رضي الله عنهم، مشهور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب زوجاته إليه هي عائشة رضي الله عنها. لكن طبعا كان هذا الوضع بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، فإن يعني لما كانت خديجة على رأس الحياة على رأس الدنيا كانت أحب الناس إليه وكانت أحب الزوجات إليه، وكانت هي الزوجة الوحيدة في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن لما ماتت خديجة رضي الله عنها وتزوج النبي بمن تزوج من النساء، عائشة وحفصة وزينب وجويرية وصفية وأم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين، كانت الدنيا كلها تعرف أن أحب الزوجات إليه هي عائشة رضي الله عنها. لكن عمرو بن العاص يريد أن يعرف من هو أحب الناس إلى رسول الله من الرجال وليس من النساء، لأن هذا معروف أن هذه منزلة عائشة رضي الله عنها. فإذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام يجيب أبوها ولم يقل أبو بكر رضي الله عنه، طبعا أبوها يعني الصديق رضي الله عنه، لكنه كأنه يرشدنا إلى ملمح من الملامح أو إلى سبب من الأسباب التي جعلت الصديق أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لكونه والد عائشة، لكونه أبا لعائشة رضي الله عنها. أليس هذا يعني نوع من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من تعليمنا نحن، نوع من لفت أنظارنا نحن لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ فالنبي يحب حماه والد زوجته عليه صلوات الله وسلامه، بل يعلن أن من أسباب محبته لهذا الوالد لزوجته أنه والد زوجته حبيبته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولعل يعني السعيد من يتأسى بالحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه، يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها عليه رضوان الله تبارك وتعالى وعليه صلوات الله وسلامه. هذا وقد أخرج الإمام البخاري أيضا في هذا المقام، يعني في نفس السياق، سياق كون الصديق رضي الله عنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس منزلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جلس إلى الصحابة يوما والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه،
إذ على عليها الذئب فأخذ منها شاة، يعني الراعي يرعى بغنمه في الصحراء، جاء ذئب فعدى على الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي، يعني الراعي بدأ يطارد هذا الذئب يطلب من هذا الذئب تلك الشاة التي استولى عليها. قال عليه الصلاة والسلام: فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. سبحان الله، الصحابة قالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا، أنا أبو بكر وعمر رضي الله عنه. يعني الصحابة اندهشوا جدا أن يقص عليهم هذا الخبر، هذه القصة من النبي عليه الصلاة والسلام، راع في صحراء يرعى غنما، فجاء ذئب، هذه شيء عادي في الصحراء أن يعدو الذئب على الغنم فيأخذ واحدة منها، فجاء الذئب فأخذ واحدة من الغنم، فطرده الراعي يطلب هذه الشاة التي أخذها واستولى عليها هذا الذئب، فإذا بالذئب يقف ويخاطب هذا الراعي بلغة الآدميين، بلغة الناس، بلغة العرب، يقول: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فالصحابة اندهشوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. ولم يكن ثم أبو بكر ولا عمر، يعني أبو بكر وعمر لم يكون في المجلس أصلا، ولم يسمع هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، لكن النبي يجيب عن نفسه ويجيب عن أبي بكر في غيبته في غيابه، ويجيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غيابه، لما رأى أثار الدهشة والاستغراب على وجوه الصحابة رضي الله عنهم، وفي ذئب بيتكلم، الذئب أصله لا يتكلم، لكن هذا الذئب بالذات في تلك الواقعة بالذات التي حكاها أصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أن هذا الذئب بالذات تكلم ورد على الراعي وقال: طيب، من لها، من الذي الشامل لهذه الأغنام يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فاندهش بالطبع الناس، كيف لذئب أن يتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم تستغربون، لكني أنا أصدق بهذا. وبالطبع لأنه من تلقى الخبر عن الوحي، وبالتالي فهذا الخبر هو وحي الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا لا ينطق عن الهوى، فالطبيعي أن يكون هو أول المصدقين وأول المؤمنين بهذا الخبر الذي جاءه عن طريق وحي الله له. لكن الغريب أن النبي يقول: أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر. طيب أبو بكر مش موجود، ما سمع، وكذلك وعمر رضي الله عنه، فما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن أبي بكر أنه يؤمن بهذا الخبر ولم يسمعه أبو بكر، وأن عمر أيضا يؤمن بهذا الخبر ولم يسمعه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب في ذلك أن النبي عليه صلوات الله وسلامه يعرف يقين أبي بكر، ويعرف يقين عمر ابن الخطاب، يعرف التصديق الغامر الذي يملأ قلب أبي بكر، ويعلم التصديق الغامر الذي يملأ قلب عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وأن كلاهما يؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال فقد صدق. وإحنا رأينا هذا الموقف يتجلى من أبي بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء، أو بمعنى أدق صبيحة الإسراء والمعراج، يوم أن جاءه أبو جهل يتصور أنه سيشكك أبا بكر في إيمانه في هذه الليلة، ويقول: يا أبا بكر، أما سمعت ما يقول صاحبك؟ سمعت الكذبة والفري على حد ظن أبي جهل التي وقع فيها صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: إنه يقول إنه أسري به ليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس،
ثم أصبح بين أظهرنا، فأن له ذلك، يعني أن يحصل هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن قرشيون العرب نضرب لها أكباد الإبل في شهر. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول لأبي جهل: إن كان قال فقد صدق، إن كان النبي قال هذا الخبر فعلا فقد صدق. ليه؟ لأنه يؤمن به رسول عليه الصلاة والسلام، والأصل في الرسول الصدق. أبرز صفات الرسول هي الصدق، لأنه أصلا يوحى إليه، لأنه أصلا لا ينطق عن الهوى. فأبو جهل تزلزل، وبعد ما كان يعني جاء ليصيب أبا بكر بريبة وشك، ويعني يزلزل يقينه ويخدش إيمانه، فإذا بأبي بكر يلقي في وجهه هذه الصخرة الصماء التي يعني أذهلت عقل أبي جهل. قال: يا أبا بكر، أنت تصدقه في هذا؟ يعني أنت تصدق أنه يذهب في ليلة ويعود من مكة إلى بيت المقدس، ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا؟ يعني رايح جاي ناخدها في شهر رايح وشهر جاي، وأنت تتصور ما يزعمه رسولك أو ما يزعمه محمد من أنه ذهب وعاد في ليلة واحدة، أنت تصدق في هذا يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أنا أصدقه فيما هو أكبر من هذا يا أبا جهل، أنا أصدقه في الخبر يأتيه من الله عز وجل، أنا أصدقه لما قال أنه نبي، أنا أصدقه لما يأتيه وحي الله عز وجل من قرآن أو من سنة عليه صلوات الله وسلامه. فالذي أوحى إليه هو الذي نقل إلينا هذا الخبر، يعني الذي أوحى إليه بهذا الخبر هو الله عز وجل، والذي حدثنا بهذا الخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أصدق الخبر وأصدق المخبر بهذا الخبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا لا ينطق عن الهوى. فهذا إيمان عمر، وهذا إيمان أبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وأنه لا ينطق عن الهوى. فلما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجلس ويحدث الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أن ذئبا أخذ شاة من راعي غنم، ثم وقف يكلم هذا الراعي ويقول: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، ويندهش الصحابة لذلك. فإذا بالنبي يزيل عن الصحابة رضي الله عنهم الدهشة والاستغراب، ويقول لهم: أنا أؤمن بهذا. فتأسوا بي أيها الأصحاب، وأبو بكر يؤمن بهذا، فتأسوا بأبي بكر أيها الأصحاب، وعمر يؤمن بهذا أيضا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن يقين عمر وعن يقين أبي بكر، عن تصديق عمر وعن تصديق أبي بكر رضي الله عنه. الغريب أن أبا بكر وعمر لم يكونا ضمن هذا المجلس الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام في مثال آخر: بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني حملا ثقيلا، يسوق بقرة حمل عليها حملا ثقيلا، قال: فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث. تخيل الرجل يسوق البقرة وقد حمل عليها كما نحمل على الحمار، أو كما يحمل على البغل أو الفرس أو الحصان، وبالتالي هذه بقرة، فالبقرة متمردة، البقرة تنظر إلى هذا الرجل الذي يسوقها إلى رعيها. تخيل بقرة تتكلم وتقول البقرة لهذا الرجل: إني لم أخلق لهذا، يعني لم أخلق لحمل أسفاركم ولا لحمل أثقالكم، إنما خلق لهذا الحمار، وخلق لهذا الفرس، وخلق لهذا البغل. أما أنا يعني تعني البقرة، أما البقرة فلم تخلق لهذا، لم تخلق لحمل الأثقال من هنا ومن هناك، ما خلقت لإيه؟ قالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر
وما ثم أبو بكر وعمر يعني لم يكونا في المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه شهد لهما بالإيمان وشهد لهما باليقين وشهد لهما بالتصديق لما عرفه النبي من كمال إيمانهما وكمال يقينهما وكمال تصديقهما رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن يقين أبي بكر كما حدثنا عن صدق أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: وقد أخرج الإمام الترمذي والإمام الحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، ثم أبو بكر، ثم عمر. الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن. فهذا حديث لا ينزل عن رتبة الحسن لغيره، يعني حديث في الجملة مقبول بتوابعه وشواهده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن نفسه أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة عليه صلوات الله وسلامه. من الذي تنشق عنه الأرض بعده؟ قال: ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا بهذه المنزلة العالية، إن كان أبو بكر أرفع الأمة منزلة في الدنيا، إن كان الصديق رضي الله عنه أكثر الناس يقينا وأكثر الناس إيمانا وأكثر الناس أو أكمل الناس تصديقا، فإنه أيضا في الآخرة أول من تنشق عنه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، الأحاديث كثيرة في فضل أبي بكر رضي الله عنه يحدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا بها الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. تأملوا أيها الأحبة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا أمثلة بأن أناسا من أمته تكون أبرز أعمالهم الصلاة. مش معنى كده أنه هو لا يصوم أبدا، هو يصوم قطعا رمضان. مش معنى كده أنه لا يؤدي الزكاة أبدا، قطعا يؤدي الزكاة ركن الإسلام. مش معنى كده أنه لا يحج، قطعا هو حج إن كان مستيعا. لكن أبرز أعماله، أميز أعماله، أظهر أعماله، أكثر أعماله قبولا عند الله عز وجل الصلاة. وفي هذه الحالة سيدعى لأن يدخل الجنة من باب الصلاة. والآخر أيضا أبرز أعماله الجهاد في سبيل الله عز وجل. مش معنى كده أنه لا يصلي، قطعا لابد أن يكون مقيما للصلاة. مش معنى كده أنه لا يصوم رمضان، قطعا لابد أن يكون صائما رمضان. مش معنى كده أنه لا يؤدي الزكاة، قطعا سيكون مؤديا لزكاة مالي إن كان من أهل المال. مش معنى كده أنه لا يؤدي فريضة الحج، قطعا سيكون مؤديا لفريضة الحج إن كان من أهل القدرة والاستطاعة. لكن أظهر أعماله وأشهر أعماله وأكمل أعماله في هذا بالنسبة هذا الرجل الجهاد، وبالتالي يدعى هذا الرجل لدخول الجنة من باب الجهاد. وكذلك من كان من أهل الصدقة، يعني من كان أكثر باذلا للمال
وأكثر نفقة للمال بطبع مع كونه مصليا، مع كونه صائما، مع كونه حاجا، لكن أبرز أعماله وأكثرها وأكملها وأحبها وأقبلها أو أكثرها قبولا عند الله عز وجل هي الصدقة، فحينئذ يدعى من باب الصدقة. وإن كان من أهل الصيام، يعني أكثر أعماله رجاء وقبولا عند الله صوم، مع كونه مصليا، مع كونه مزكيا، مع كونه حاجا، مع كونه قائم على هذه الأركان الأخرى، لكن أميز أعماله وأشهر أعماله وأكثرها قبولا ورجاء لقبول عند الله عز وجل هو الصوم، وبالتالي يدعى لدخول الجنة من باب الريان. لهذا العرض من النبي عليه السلام قال أبو بكر: ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة يا رسول الله؟ فهل يدعى منها كلها أحد؟ يعني هل يمكن يا رسول الله أن أحدا من الأمة يدعى لدخول الجنة من كل هذه الأبواب؟ يعني يدعى من باب الصلاة، وفي نفس الوقت يدعى من باب الجهاد، وفي نفس الوقت يدعى من باب الصدقة، وفي نفس الوقت يدعى من باب الصيام، هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فأرجو أن يكون منهم، أن تكون منهم يا أبا بكر، نعم يا أبا بكر، من أمتي من يدعى من هذه الأبواب جميعا، من يدعى أن يدخل الجنة من هذه الأبواب جميعا، ليس من باب واحد، يدعى من باب الصلاة، ويدعى من باب الصدقة، ويدعى من باب الصوم، ويدعى من باب الجهاد، وأرجو يا أبا بكر أن تكون منهم، أرجو يا أبا بكر أن تكون منهم. وبالطبع إن كان أبو بكر هو أفضل الأمة، إن كان أبو بكر هو أصدق الأمة، إن كان أبو بكر هو أعلى ناس منزلة في الأمة، إن كان أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معنى ذلك أنه فعلا المرشح الأول، إن لم يكن المرشح الوحيد في الأمة الذي يدعى إلى الجنة من هذه الأبواب جميعا عليه صلوات الله وسلامه. من في الأمة أكثر صلاة من أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صوما؟ من في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس جهادا؟ من في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صدقة وزكاة؟ الجواب: ليس أحد أكثر من أبي بكر صلاة، ولا أكثر من أبي بكر صياما، ولا أكثر من أبي بكر جهادا، ولا أكثر من أبي بكر صدقة، إلا الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا حديث رواه أيضا الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي اتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام. يا سلام على هذا الحديث الذي جمع فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فضيلة لم تكن لأحد قط في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس وأبر الناس على رسول الله بصحبته، وأمن وأبر الناس على رسول الله بماله عليه صلوات الله وسلامه، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لأجل هذا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لم يكن أحد يصلح أن يكون خليل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة إلا الصديق رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن تكفي بيني وبين أبي بكر رضي الله عنه
أخوة الإسلام، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وهو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس منزلة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام البخاري أيضا يروي حديثا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر فسلم، فقال: إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. حصلت مشاحنة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فأبو بكر أتى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يعني وقعت بيني وبين عمر مشاحنة يسيرة، فأسرعت إلى عمر بن الخطاب أسأله أن يغفر لي، يعني كأنه ذهب يعتذر إلى عمر رضي الله عنه. أبو بكر بجلالة قدره ورفعة منزلته وحسن أدبه وتواضعه، وقعت شحناء بينه وبين عمر رضي الله عنه. هذا أمر وارد، يعني بشرية الصديق وبشرية عمر رضي الله عنه تجيز أن يقع مثل هذا بينهما، فلا يعني هذا أمر لا يستحيله أحد ولا يستغربه أحد. فكم من الناس تختلف طباعهم عن بعضهم، وكم من الناس تختلف عاداتهم عن بعضهم، وتختلف ثقافاتهم ومشاربهم عن بعضهم، وتختلف قناعاتهم عن بعضهم، وبالتالي الاختلاف لا يفسد للود قضية. إنما أبو بكر رضي الله عنه لما وقعت المشاحنة بينه وبين عمر، هو من ذهب إلى عمر بن الخطاب يعتذر إليه، لكن أبى عليه عمر ذلك رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك. دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: أسأل الله أن يغفر لك يا أبا بكر، أو بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق، لما رأى النبي أدبه، ولما رأى النبي خلقه، ولما رأى النبي تواضعه، ولما رأى النبي اعتذاره لأخيه عمر بن الخطاب، وبالتالي بشر نبي أبا بكر بمغفرة ربه، أو دعا النبي لأبي بكر بمغفرة ربه. هكذا تكون علاقة المسلم بالمسلم ومعاملة المسلم للمسلم، فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يظلمه ولا يخذله. كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ومن أولى بذلك الخلق القويم من أبي بكر رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، ما زال الحديث متصلا معنا في حلقات قادمة عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن منزلته بين الصحابة، وعن منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سندخل في عناوين أخرى كثيرة في حياة الصديق رضي الله عنه. هذا ما سنتعرف عليه في لقاءات قادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن يحفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل يا ربي ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اجعل فرقتنا ووحد صفوفنا، وارفع راتنا وقوي شوكتنا بعزتك قوي وعزيز. أيها الأحبة الكرام، ألتقي بحضراتكم في يوم السبت القادم إن الله في نفس هذا الموعد 10 مساء مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى هذا الحين لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى، أسد على الباغي كأسد الغاب.
خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.